عافاكم الله صاحب الفضيلة. هذه أسئلة كثيرة وردت في حكم مجالسة أهل البدع لرفع الجهل عنهم ومناقشتهم، وهل هذا لكل أحد؟ لا، مجالستهم لأجل تعليمهم وبيان الحق لهم هذه دعوة إلى الله، فأنت لم تجلس عندهم لتأخذ منهم، وإنما جلست عندهم ليأخذوا منك، فإذا كان كذلك فلا بأس. إذا كان جلوسك معهم ليأخذوا منك فلا بأس، أما إن كان جلوسك عندهم لتأخذ منهم فلا. ويشترط في من يجالسهم ليأخذوا عنه أن يكون من أهل العلم، يكون من أهل العلم. ما يكفي أنه يكون صالح وعابد، وما يكفي هذا، يكون من أهل العلم الذين يعرفون كيف يبينون لهم ويبصرونهم. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.